تعرض صباح اليوم من فجر اليوم المعبر الحدودي براس جدير من طرف قوات ما يسمى بالجيش النظام الليبي إلى عملية قصف من أجل احتكاك هذا المعبر. وحالة الوضعية تركت الوضعية الأمنية في تونس منها اللي هي بكل أمانة وضع أمني مستدب، إلا أن حالة استنفار قصوى للوحدات الأمنية المنتشرة سواء كانت بالشريط الحدودي الصحراوي الفاصل بين البلدين أو بمعبر راس جدير. كذلك شاهدنا وسمعنا أصوات طائرات تونسية تجوب الأجواء الحدودية لمتابعة الوضع الأمني ومراقبة الشريط الحدودي.